السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الأحباب الكرام، نجدد الترحاب بكم ونتحدث هذا اليوم المبارك عن سيرة الصالحين والأولياء المقربين مع شخصية أخرى، مع مالك ابن دينار. مالك ابن دينار رجل من الفضلاء، من الصلحاء، من أهل الله تعالى. صار من كتبة المصاحف، كان رجلا أكرمه الله سبحانه وتعالى بالإيمان واليقين، وكان علما من أعلام الدعوة إلى الله، وعلما من أعلام الإصلاح، وعلما من أعلام التربية. قضى عمره في طاعة الله حتى انتقل إلى الرفيق الأعلى. تعالوا بنا نقف على ملامح من شخصية هذا الرجل، وأنتقل بكم مباشرة إلى المدينة المنورة، إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المشهد هو المسجد النبوي، كان غاصا بالناس مليئا بالزوار، ينتظرون شيخا وقورا مهيبا لكي يعلمهم أصول الدين وقواعد الشريعة والسلوك والأداب. هذا الشيخ كان دوما يحافظ على الوقت، دوما يأتي في الإبان، وإذا جلس الناس يتحلقون حوله ويستمعون لكلامه، بل ويتبركون به، يقولون هذا ولي من أولياء هذا الزمان. لكنه في هذا اليوم تأخر عن موعده، لم يحضر في الوقت المناسب، حتى صار الناس يتساءلون كيف لشيخنا الكبير مالك ابن دينار يتأخر عن وقته، غير معتاد. وبعد أن طال الأمد خرج عليهم من المقصورة وجلس فوق كرسي العلم وسلم على الناس، وكانوا بالآلاف. قال: أبنائي، أعتذر منكم عن هذا التأخير، والسبب أني حضرت في الوقت، لكني كنت متردد في موضوع الدرس الذي سوف ألقيه بين مسامعكم. ترددت كثيرا، درستكم أصول الدين وأصول العقيدة وأصول الشريعة وآداب السلوك، ودرستكم سيرة النبي الكريم وسيرة صحابته والفقهاء الأعلام، لكن اليوم أردت أن أتحدث عن نفسي، أردت أن أقول لكم من هو هذا الرجل الوقور المهيب الذي اسمه مالك ابن دينار. هل تعلمون بأنه كان رجلا من أقبح خلق الله؟ هل تعلمون أنه كان رجلا ظلوما، سكيرا، عربيدا، لا يميز بين الحلال والحرام؟ قال هذه الكلمات فجعل الناس كلهم الذين كانوا يحبونه ويودونه صاروا يتفاجؤون ويشرئبون بأعناقهم، كيف تقول هذا الكلام؟ قال: أي نعم، سأحكي لكم عن قصة حياتي. وبدأ هذا الرجل مالك ابن دينار يتحدث عن نفسه. قال: كنت أعمل في إحدى الأسواق الكبرى شرطيا، شرطي في السوق، مراقب أسعار، مراقب جودة، ومراقب اختلالات مالية، لكنني لم أكن نزيها، كنت أمد يدي إلى الرشوة، وكنت آكل الحرام، وكنت أميز ما بين القوي والضعيف، وأنصر القوي وآخذ منه إتاوة،
المسؤولون وضعوني شرطيا لكي أكون مطبقا للأمن والقانون وأحافظ على النظام، ولكني كنت أستغل هذه الصفة وكنت أعبث وآكل الحرام وأفعل السيئات، إلى أن جاء يوم من الأيام وكان كل ليلة يذهب إلى الخان لكي يسكر. الخان هو عبارة عن محل للسكر والعربدة، كان ذلك مكانه المفضل. كل ليلة يذهب إلى الخان. في إحدى الليالي وهو في طريقه إلى الخان يقول: كنت أحمل معي كمية كبيرة من النقود، أردت في هذه الليلة أن أسكر وأن أعربد وأن أرقص وأن أعبث بالمال. وهو في طريقه إلى الخان في إحدى الزقاق المظلم وجد تاجرا قويا يمسك برجل مسكين من ثيابه ويلطمه ويقول له: اعطني ديوني، لقد أعطيتك طعاما وأعطيتك بضائع ولم تأتيني بالثمن. وصار يضربه والمسكين يستعطف: أنقذوني النجدة، لا أحد ينقذه. فالوقت متأخر من الليل والزقاق مظلم، فمر من هناك مالك ابن دينار فرق لحال الرجل، أراد أن يتدخل بصفته الشرطي أنه يحفظ الأمن والأمان ويعدل بين الناس. فقال للتاجر: مهلا، لما تمسك بهذا الرجل وتضربه هكذا؟ قال: لأنه أكل مالي ولأنه أعطيته بضائع على أن يعطيني الثمن وتأخر. فسأل الرجل المسكين: لماذا لم تعطي ثمن البضائع لصاحب التجارة؟ قال: أنا لم أنكره، ولكن أنا فقير ما عندي مال. قال: هل عندك أولاد؟ قال: أي نعم، عندي 7 بنات ماتت أمهم وبقوا معي وهم صغار، وأنا لا أقوى على العمل، وإنما أخذت الطعام لكي أطعم به بناتي فقط، دقيق وبعض الخضروات. فرق مالك ابن دينار لحال هذا الرجل، رجل عنده 7 بنات وهو شيخ كبير ونحيل البنية وما عنده مال. فقال في نفسه: وأنا الآن راحل إلى الخان لكي أسكر وأعربد. فقال للتاجر: كم في ذمتك من هذا الرجل؟ قال: كذا وكذا من الدنانير. فقال: خذها. فأدى عنه وقال: اليوم لن أسكر، سأؤدي كل ثمن السكر دينا لهذا الرجل. فأدى عنه الدين. ثم بعد ذلك قال للتاجر: مهلا، أخذت مالك، الآن رأيتك قد لطمت هذا الرجل وركلته، فعليك أن تتحمل بأن يرد إليك اللطمات والركلات. فقال: أيها الرجل مسكين، ألطمه كما لطمك واركله كما ركلك، هذا هو العدل. فقال: لا يا سيدي، أنا أستحي من ذلك. قال: والله لا تفعلن، وإلا أفعل في مكانك. ففعل مكانه وضربه وانتقم للرجل وأدى عنه ديونه. التاجر أخذ ماله وانصرف، لكن الرجل المسكين فرح أنه أدى عنه الديون وانتصر له. ثم بقيت بعض الدنانير في جيبه فقدمها للرجل وقال: خذ هذا المال، اعطيه لبنياتك، فإني كنت ذاهب لأسكر به، خذه لعله ينفع بنياتك وينفعكم، لكن عندي لك طلب. قال: أطلب ما تشاء، أنا خادمك، أطلب. قال: أطلب منك إذا ذهبت مع بنياتك أن تدعو الله لي بالهداية، أدعو الله لي بالهداية، فإني أشعر بأنني شريد وأنني ليس لي بوصلة في الحياة، حياتي ضياع. الرجل فرح بذلك وفعلا اشترى طعاما وذهب إلى بنياته، وكن جياع جائعات، فلما دخل إليهن بالطعام فرحنا وأردنا أن يتسابقن على المائدة. فقال: مهلا مهلا يا بنيات، إنني لم أكن لأصل إليكم، وما كنت لآتيكم بالطعام لولا رجل سخره الله لي، اسمه مالك ابن دينار، سخره لي شرطي وأعطاني المال وانتصر لي. فقبل أن تمدوا أيديكم إلى الطعام، تعالوا ندعو معه وأنتن أمنوا. فصار الرجل يدعو وبناته يؤمن، ودعا له بالهداية: اللهم ارزق مالك ابن دينار هذا الشرطي المخمر الفاسد،
ارزقه يا ربي الهداية، وارزقه الصلاح، وارزقه الهداية، واجعله من أهلك وخاصتك، وهيئ له من أمره رشدا، وانزع من قلبه حد الشيطان، واختر له الزوجة الصالحة. والبنيات يقولن آمين آمين آمين. وفعلا تلك الليلة يقول مالك ابن دينار: بت في نوم عميق، وفي الصباح لما استيقظت شعرت بخفة، وكأن دعاء ذلك الرجل المسكين مع بنياته الصغيرات قد فتح الله له أبواب السماء واستجاب لدعوتهم. فقال: أنا الآن ماذا أصنع؟ لن أذهب إلى الخان، ولن أذهب إلى الفساد مع النساء، سوف أبحث عن زوجة. فصار يبحث عن زوجة لكي يتزوجها، لكن الناس يعرفونه، هذا الرجل الشرطي غليظ وجواد ومستكبر، ويده تسبقه، وهو لا يتنزع عن الحرم، فكل العائلات يعرفونه واعتذروا من أن يزوجوه بناتهم. فبقي يبحث هنا وهنا، في الأخير ذهب إلى سوق النخاسة. كان أيام زمان أسواق تباع فيها النساء ويباع فيها العبيد، فذهب إلى سوق النخاسة فوجد امرأة تباع. لما رآها رأى في عينيها وقار وحشمة وإيمان، فاشتراها ثم تزوجها. فقال: كانت نعمة الهدية من السماء، وجدتها امرأة بألف امرأة، كان فيها قوة يقين وقوة إيمان، وكأن الله تعالى أعاد تربيتي على يدها. وجدتها امرأة ذاكرة لله، قوامة صوامة تالية للقرآن، وعندها أنوار إيمان، وكأن ربي ساقها لي لكي تعيد تربيتي من جديد. يقول: لقد عشت معها أجمل أيام عمري، صارت تعلمني كيف أتوضأ، وتعلمني كيف أصلي، وتعلمني كيف أحصل على الخشوع، وصارت تعلمني كيف أصوم صيام أهل الإيمان العارفين بالله، وصارت تعلمني كيف أقرأ القرآن وأتدبره وأتضرع عند كل آية فيها وعيد أو فيها وعد، وصارت تعلمني أن أذكر الله على كل حين، وأن أشكره على نعمه الكثيرة وفضائله الجسيمة. قال: والله حياتي تغيرت ببركة دعاء هذا الرجل الصالح. ثم بدأ ربنا عز وجل يفيض عليه من النعم، جاءته الأموال، وارتقى في عمله، وجاءه خير فضيل، وبيته غيره، اشترى بيتا جديدا لم يكن كالبيت الذي كان فيه أول مرة عازبا، بيت أسري يليق بالأسرة، وفراش وتير، وكل خير أعطاه له المولى. هذه المرأة الصالحة كانت مجلبة للخير والرزق. ثم أكرمه الله تعالى بحمل، المرأة حامل، ووضعت بنية جميلة وجهها كالمصباح كالقمر ليلة البدر، سماها فاطمة على اسم بنت رسول الله فاطمة الزهراء. فقال: لقد ابتسم لي القدر، حياتي كلها فرح وسرور، عندي زوجة صالحة من الطراز الرفيع، وعندي بنية جميلة، وبيت رفيع، وفراش وتير، ورزق كبير، وإيمان. يا سلام، هذا من بركة دعوة ذلك الرجل المسكين الذي أنقذته وأكرمته. فصار مالك ابن دينار ملازما للمساجد، وصار عابدا، وصار ناسكا، وصار واعظا يعظ الناس، معروف بأهل الإيمان. لكن دوما تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، لا بد من الابتلاء. ربنا عز وجل إذا رأى إيمان في عبده فإنه يقرب له مقام آخر من أنواع الابتلاء ليختبر القلوب. فما الذي وقع؟ ابنته فاطمة أصابها مرض شديد، فكان يلتمس لها العلاج ويداويها هنا وهناك، والمرض يزداد. كان عمره آنذاك 4 سنوات. من قبل كان دوما يلعب مع فاطمة، وكان إذا جاء من عمله يأتي بدمى أو حلويات
ويلقى فاطمة على عتبة الباب تجري وتعانقه ويقبلها ويشم رائحتها ويعطيها هذه الدمى والحلويات وتقول يا أبتاه يا أبتاه، ويفرح بهذه الكلمة كلمة يا أبتاه. لكن فاطمة الآن مريضة، فيها حمى شديدة ومرض غريب أصابها، والطب والعلاج لم ينفع معها. يا ترى ماذا أفعل؟ يتوجه إلى الله بالشفاء وينتظر الفرج. وفي يوم من الأيام كان في عمله في السوق متعبا، رجع إلى بيته فوجد ازدحاما على عتبة الباب، الجيران كلهم على عتبة الباب. دخل وسأل ما الذي حدث؟ قالوا له فاطمة انتقلت إلى الرفيق الأعلى، ماتت ابنتك وفلدة كبدك فاطمة بنت 4 سنوات. تلقى الخبر كمصيبة عظمى، تلقى الخبر كصاعقة مزلزلة، حتى صار يقول في نفسه لماذا يا رب؟ لماذا أخذت مني ابنتي؟ لماذا أخذت مني فلدة كبدي؟ كان يقولها بداخله وهو صامت، والدموع تنهمر من عينيه حتى ابتلت لحيته، والناس يعزونه ويقولون له عظم الله أجرك. قل كما قال النبي يقول إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن لا نقول إلا ما يرضي الله، أنت يا مالك يا ابن دينار رجل صالح ومؤمن. لكن إبليس جاء يوسوس له ويقول له هل هذا رب رحيم؟ هل هذا الرب أخذ منك ابنتك وفلدة كبدك؟ ماذا صنعت هذه البنية؟ وماذا جنيت؟ ألم تتوب إليه؟ ألم تعمر مساجده؟ ألم تقم له في الليل للصلاة؟ ألم تصم رمضان وتصم أيام البيض؟ ألم تقرأ القرآن؟ لماذا ربك يعذبك هكذا؟ لماذا ينتزع منك الفرحة؟ صار صراع بداخله، إيمان يقول له اصبر وصابر واحتسب، وصوت آخر يقول له كيف تصبر؟ إن هذا لبلاء شديد. وبدأ يعاتب ربه، صداع في دماغه، صراع بين صوتين كبيرين، صوت الإيمان وصوت الجحود، حتى إنه فقد الرغبة في النوم. وفي ليلة من الليالي بدأ يتعذب، يقول يذهب إلى عمله، ولما يعود كان ينتظر أن يجد فاطمة على عتبة الباب، يرى صحيباتها الصغيرات يلعبن ويرتعن في زقاق الحي، وكل منهن تنتظر أباها، وهو لما يدخل يرى البنات عانقن أباءهن وهو لم يجد فاطمة. لما يدخل إلى البيت يجد لعبها وثيابها وهنا مرقد فاطمة، فيبكي ويبكي كثير. نفد صبره. في ليلة من الليالي قال لأعودن إلى سيرة الأولى، لأعودن إلى السكر وإلى العربدة وإلى الجحود. وفعلا ذهب إلى السوق واشترى قنينات خمر من الطراز المعتق، ودخل إلى بيته وصار يشرب ويشرب ويشرب حتى أصابه السكر وذهب عنه العقل، ثم سقط جثة هامدة في نوم عميق. الله رحيم، الله كريم، الله تعالى إذا أراد بعبده خيرا قد يعطيه رؤيا منامية تغير مجرى حياته. بينما هو في هذا النوم العميق رأى في تلك الليلة رؤيا عظيمة مباركة. ماذا رأى؟ رأى وكأن يوم القيامة قد أقبل، والناس خرجوا من قبورهم، بعثرت القبور فخرج منها الناس حفاة عراة، ورأى الأرض كلها انشقت وأذنت لربها وحقت، ما من موقع شبر من الأرض إلا وفيها جثة خرجت مثل السيل العرم، بشر خرجوا على مد البصر، كلهم أموات كانوا تحت الأرض صاروا أحياء، الآن دب الله فيهم الروح وبعثوا من جديد. ورأى البحار قد صارت نيران، ورأى الجبال قد سيرت واندثرت،
ورأى الشمس قد اقتربت من الجباه بمقدار شبر. حر شديد وفزع كبير، والناس كلهم في خوف وفي وجل. وسمعوا منادي ينادي يقول: هلموا إلى الجبار، هلموا إلى الجبار. رأى الناس كلهم وقفوا بانضباط وكأنهم في مدرسة عسكرية، حفاة عراة ذكورا وإناثا، لا ينظر بعضهم إلى عورة بعض، لأن الفزع يومئذ عظيم. وبدأ يسمع كل مرة ينادى على اسم فلان ابن فلان، يقول: حاضر. فيقول: هلم على الجبار. فينطلق يأخذونه. وبدأ يسمع أصوات وأسماء وأسماء إلى أن سمع اسمه: مالك بن دينار. قال: حاضر. فقال له الصوت: أقبل وهلم على الجبار. فقال: فإذا بي أنتقل من مكان إلى مكان، فأجد نفسي وحدي، وحدي في أرض المحشر، وكأن لا أحد معي. كل هذه الخلائق بالملايين والملايير كأنها اختفت، وحدي في أرض المحشر، وأمامي نور عظيم الجبار. وبدأت أنظر عن يميني وعن شمالي، لا أكاد أرى أحدا. فالتفت خلفي فإذا بثعبان عظيم، عيناه كالجمر ولسانه كاللهيب، تنين كبير. رأيته خلفي وهو يرغب في أن يقضم أي شيء، يأكل أي شيء. لما رأيته شعرت بالخوف، صار مقبلا إلي فهربت، صرت أهرب أقول: النجدة النجدة، أنقذوني أنقذوني. لا أحد يستمع إلي، المكان فارغ، أرض المحشر، الناس كانوا هنا بالملايين، أين اختفوا؟ وحدي أنا الآن أمام الجبار، وهذا التعبان يريد أن يلتقمني. كنت أجري وأبحث عن منفذ من ينقذني، حتى رأيت شيخا هرما فيه شيب وتجاعيد وضعيف ومنحني، عموده الفقري منكسر. فقلت: أيها الشيخ الهرم، أنقذني أنقذني. فقال: معذرة، ما كان لي أن أنقذك، أنت ترى حالي ضعيف وأنا هزيل وما عندي قوة. قال: أنقذي بالله عليك. قال: اذهب عن اليمين. فصار يدب عن اليمين، يجري هنا وهناك والتعبان خلفه، فإذا به يجد حفرة من النار، فيقول: أيها الشيخ أنقذني. يقول: اذهب ربما على الشمال. فيذهب للشمال فيجد حفرة أخرى من النار، أينما ذهب وهو يقول يا شيخ أنقذني، يقول: ما عندي قوة. وبينما هو يجري إذا وجد حفرة كبيرة من النار أمامه، قال: لو تقدمت خطوة سأسقط في الحفرة، وإذا بقيت مكاني فسوف يلتهم التنين، ماذا أفعل؟ بدأ يقول: النجدة أنقذوني أنقذوني. فإذا بجبل عظيم فيه شقق، فسمع صوتا أطفال صغار يقولون: فاطمة فاطمة، أنقذي أباك أنقذي أباك. فإذا بابنته فاطمة ذات الأربع سنوات، حية ترزق، تنظر من الشباك من هذه النافذة وترى التعبان، وتقول له: قف مكانك قف مكانك. فوقف التعبان مكانه متصلبا وكأنه صار حجرا. لم يتوقع مالك ابن دينار أنه رأى ابنته وأنه أنقذ من هذا الفزع العظيم. قال: فاطمة بنيتي، ألا زلت حية؟ قالت: أي نعم يا أبي، أنا انتقلت من دار الفناء وجئت هنا إلى دار البقاء، أنا حية أرزق. قال: يا بنيتي، ما تصنعين هناك؟ قالت: يا أبتي، أنا مع الأطفال الصغار الذين قبض الله أرواحهم وجعلهم ودائع هنا في هذا المقام. قال: ماذا تفعلون؟ قال: يا ربنا يا أبانا، إن ربنا أعطانا هذا المقام لنشفع، نشفع يوم الدين لكل من قل عمله وقل زاده، وإن ربي علم في سابق علمه بأن زادك قليل، وأراد أن يقبضني إليه حتى أشفع لك. يا أبتي، لو لم أكن الآن كنت قد مت وانتقلت إلى ربي، كنت سوف تموت وسوف تغلق وتلقى في النار، فبموتي وانتقالي إلى ربي أعطاني الشفاعة لأشفع لك.
فتعجب فقال كل هؤلاء البنات والأطفال الصغار شفعاء لآبائهم ولأمهاتهم ولأولياء أمرهم. فقال يا بنيتي إني شعرت بفزع عظيم، رأيت هذا الثعبان وذاك الشيخ، من يكونان؟ قالت يا أبتي ذاك الثعبان هو عملك السيء، ألا تعلم يا أبتي بأن الأعمال يوم القيامة تجسم، تصير مجسمة؟ إنك أنت يا أبتي التي خلقت ذلك الثعبان، كنت في السكر وكنت في العربدة وكنت في أكل أموال الناس بالباطل وكنت في الظلم والاعتداء، فكان عملك السيء يتراكم يتراكم، فجسده المولى وصار ثعبانا تنينا، عيناه جمراوتين ولسانه لهيب، ذاك عملك السيء. فقال الرجل يا بنيتي ذاك العجوز من يكون؟ قالت يا أبتي إنه عملك الصالح، كنت تعمل عملا لكنه قليل جدا وضعيف ولا يقوى على أن ينقذك، لقد أهلكته يا أبتي بالإهمال، عملك الصالح صلاتك وصيامك كان قليل. فقالت يا أبتي طوبى لك، لولا أن ربي قبض روحي لكنت الآن في النار معذبة، والله تعالى أراد أن يرحمك فيشفعني فيك، فنحن نسمى ودائع عند الرحمن وشفعاء يوم القيامة لكل أحبابنا وأقاربنا. قالت يا أبتي سترجع إلى الدنيا، لكني أوصيك يا أبتي. قال أوصيني يا بنيتي. قالت يا أبتي ألم يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، ألم يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. يا أبتي ألم يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. وبقي صدى هذه الآيات يتردد في أذنه صوت مدوي قوي مقشعر، فإذا به يستيقظ من نومه. آه إنه كان نائما، إنها مجرد رؤيا. هل كنت قد مت فعلا ثم بعت؟ لا، إنها رؤيا، كنت أحلم. شعر بضيق في نفسه فقام ففتح الشباك النافذة وبدأ يستنشق الهواء بالليل، فإذا به يسمع النداء ينادي للصلاة، يقول الله أكبر الله أكبر، النداء للصلاة، يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم. فرأى مالك ابن دينار بأن الجيران والمقربين يتوضؤون متجهين إلى المسجد، فقال في نفسه ويحك يا مالك ويحك يا ابن دينار، كيف صرت أنك تسكر وتعربد وكنت قد انخرت في سلك الصلحاء؟ فندم على حاله فقام واغتسل وتوضأ وغير ثيابه وصلى ركعتي توبة ودخل إلى المسجد وهو يشعر بنوع من الانكسار، حتى إنه دخل المسجد وجد رجل صالح قال له يا ابن دينار أدعو الله لنا أدعو الله لنا، فيقول كيف هذا يقول أدعو الله لنا وهو لا يعلم بأنني بالليل كنت في عربدة وسكر، يا رب اغفر لي واسترني. فلما دخل إلى المسجد بدأ الإمام يصلي بالناس، وسبحان الله، قال الإمام لما قرأ الفاتحة وأراد أن يقرأ السورة بدأ بنفس الآية التي قالتها لي فاطمة وهي في المنام، قرأ قول الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم ألم يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، قرأ هذه الآيات. فقال وكأن الإمام كان على موعد مع فاطمة وكأنه متفقان بينهما على هذه الآية، يا رب هل هذه فيها رسالة إلي؟ فبدأت خواطر في ذهنه. لما انتهى الإمام وسلم، والإمام كان في أرض العراق، كان رجل صالح، كل صباح يبدأ بموعظة بعد صلاة الفجر، كان يقدم موعظة صباحية وفي الغالب يأخذ آية قرآنية أو أحاديث نبوي ويشرحه في دقائق معدودات وكأنه زاد للحاضرين، ثم ينصرفون، يقول بارك الله فيكم انصرفوا إلى تجاراتكم وأعمالكم وقد أخذتم هذا الزاد.
فالناس كانوا ينتظرون ماذا سوف يقول الإمام اليوم. فالإمام لم يختر إلا هذه الآية، فقال: يقول ربنا عز وجل بعد بسم الله الرحمن الرحيم: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. فقال هل الإمام هذا مقصود؟ بدأ يشرح الإمام الآية ويقول بأن ربنا يخاطب المؤمنين أنهم مؤمن فعلا، لكن إيمانهم لازال ضعيف. هذا الإيمان إيمان ظاهري، إيمان بارد، ليس إيمان خاشع، ليس إيمان قوي. ألم يحن الوقت بعد لأهل الإيمان أن يزدادوا في إيمانهم؟ لا يكون إيمانا وراثيا، لا يكون إيمانا باردا، بل يكون إيمانا قويا، فيه لهيب، فيه خشوع، فيه يقين، فيه إقبال على الله. يقول المالك ابن دينار: وكأن الرجل يخاطبني، يخاطبني أنا. فلما انتهينا من الصلاة عدت إلى بيتي وقلت لزوجتي: إنني لن أستطيع بعد اليوم أن أمكث هنا في أرض العراق، ولن ينسيني في فاطمة شيء، سأترك عمل الشرطة وأترك عمل مراقبة الأسعار في الأسواق، وسوف أعكف على طلب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي أنسى فاطمة. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.